اليوم على غرار بقية الجهات نفذوا قرار الهيئة الإدارية اللي انعقدت يوم 24 جانفي، نفذوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في كامل معناتها المندوبيات الجهوية على خلفية تباطؤ وتملص وسياسة التسويف اللي تمارسها وزارة الصحة في إطار ما تنفيذ قرارات والاتفاقات المبرمة سابقا. ناهيك وأنه عديد النقاط لم يبقى معناتها لم ترى النور، كما القانون الأساسي، كما الترقية زملائنا العاملة اللي هم على أبواب الريتريت مازالوا في صنف 1 و2، كذلك الترقيات اللي مازالت متاع ممرض رئيس أول اللي مازالت محتجزة ونعرفوش علاش لتوما خرجت، وعديد النقاط الأخرى اللي معناتها احنا كاتحاد عام تونسي للشغل بخلاف أنه ندافع على زملائنا في مطالبهم، زاد كذلك نطالب بتأهيل قطاع الصحة بجهة القيروان. اليوم أعوان الصحة نفذنا وقفة احتجاجية قدام الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تنزل في إطار تحركات وطنية على الوضع الصحي في كافة الجهات اللي هو وضع صحي متردي يعاني من برشا مشاكل لعل أهمها هي الموارد البشرية، الانتدابات، الشغرات الحاصلة وحق كل مواطن تونسي في الصحة، اثنين حق العوان الصحة بتمتيعهم بالقانون الأساسي اللي من المفروض أنه باش يهبط يكون قد ختم في ديسمبر 2021، إلا أنه نحن حاليا في سنة 23 أعوان الصحة ما تمتعوش بالقانون الأساسي، كذلك بعض المطالب الأخرى اللي ممضات ولم تفعل إزاء هذا الوضع اللي هو يهم العون الصحة ويهم المواطن. أنه نرى وواجبنا في الاتحاد أنه ينفذ سلسلة قبل ما نبدأ في الإضرابات وأشكال نضالية أخرى، أنه راهو عنا مطالب ممضات بتواريخ ولم تفعل، وعنا نقص كبير في الموارد البشرية في أطباء فنيين ممرضين عمل، أنه راهو مغير موارد بشرية باش نخدمه، إضافة ما نحكوش على تجهيزات. كذلك ثم عنا مشكل كبير في ولاية القيروان، عنا مشاريع لم تنجز عمرها تقريبا 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات، إذن كيفاش باش نعيشوا وأحنا ما عناش مستشفيات، ما عناش تجهيزات، ما عناش موارد بشرية، إضافة العون الصحة زيد مش متمتع بحقوق. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.